السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل تعديل في تويوتا كامري كابورلي 2006، وهنركب شاشة 10 بوصة ويندوز اهي. دي تويوتا كامري جاية لط العربية، طبعا شايفين من الركنة الطابلو كله متكسر، زي ما انتم شايفين الهوايات في حتة ومفيش كاسيت نهائي، الكاسيت مش موجود وشكل الطابلو فظيع. فاحنا هنعمل تعديل، ده فريم النيسان كاشكاي، هنعدل في الفريم ونركبه مكانه هنا، وهنظبط مكان الانتظار والهواية. زي ما انتم شايفين ده الشكل النهائي بعد التركيب، غيرنا العربية 180 درجة. ده بعد التعديل في تويوتا كامري خليجي جاية لوت، كان الطابلو متكسر، غيرنا شكل الطابلو نهائي مع الشاشة 10 بوصة وفريم النيسان كاشكاي، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.